الكونغرس جاهدا لإنجاز مهمته الأبرز المتمثلة في إقرار إجراءات التمويل الحكومية للعام بأكمله، وذلك بعد أن تأخر بأكثر من 5 أشهر عن إنجاز تلك المهمة. في هذا الإطار وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأمريكي. وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا، وسيحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف ليل الجمعة لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن. ومن شأن التشريع أن يبقى على تشغيل البرنامج في إدارات اتحادية بما في ذلك وزارة الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية، كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى. ويريد معارضون للتشريع تخفيضات أعمق بكثير في الإنفاق في ظل اقتراب الدين العام من 34 تريليونا و500 مليار دولار. ومن شأن إقرار 6 من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى 6 مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس.